أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قافلة مساعدات غذائية لأهالي فلسطين. تأتي القافلة تحت شعار يد بيد مع أهالينا في فلسطين. والله العظيم احنا جايين نشارك عشان خاطر يعني نساعد اهلنا في فلسطين، وزي ما حضرتك شفت النهارده يعني في ناس كانت بتخش برضه. جايين علشان نوصل صوتنا لاخواتنا في فلسطين وبتاع، ونقف معاهم وان شاء الله المساعدات الدفعه الثانيه تخش ان شاء الله، ويقف الضرب ان شاء الله باذن الله، وربنا معاهم ان شاء الله. احنا مهما وقفنا احنا برضه مش قادرين ان احنا نعبر عن اللي جوانا، مش قادرين نعبر عن الاحساس الداخلي اللي جوانا بالعجز برضه. مهما كان احنا كده كده مرابطين هنا، مساعدين لاخواتنا، شفقاء على اللي بيحصل لهم، بس بغض النظر برضه ده مش كفايه ليهم. ما نقدرش، مش قادرين ان احنا نعملهم اكتر من كده. قلوبنا معاهم، دعواتنا معاهم، ربنا معاهم، ربنا ينصرهم، امين يا رب. والله احنا بنشاركهم معنويا وواقفين مع اهلنا هنا لحد ما الدنيا تفتح من اول وجديد وتبقى احسن من اول وجديد. بقى لنا هنا على مدار اكتر من شهر ونص واحنا واقفين معاهم وتكاتفين معاهم، ومفيش حاجه هتمنعنا ان احنا نقف مع اهل فلسطين، وان شاء الله باذن الله كل حاجه تقف وترجع احسن من الاول، وربنا يرحم كل الشهداء ويشفي المصابين ان شاء الله. جايين هنا بنساعد اخواتنا، بنقدم بنقف عشان نشوف المساعدات بتعدي ومعاهم، يعني عايزين يبقوا في احسن حال، وعايزين الحرب دي تنتهي على خير ويشفي اخواتنا المصابين ويرحم الشهداء ان شاء الله.